مسافرينا الكرام، منرحب فيكن على متن الخطوط الملكية المغربية ومنعلنكن عن بدء تخفيضاتنا الكبيرة على تذكركن. حجزوا راوند تريب على أفريقيا قبل 7 شباط ابتداء من $880 بس. المقاعد محدودة والعرض خاضع لشروط الخطوط الملكية المغربية. اتصلوا فينا اليوم أو بوكالة سفركن. الخطوط الملكية المغربية، أجنحة المغرب. نشرة أخبار 5:15 من صوت لبنان مع تحيات ريتا أسعد السكفوري والمخرج بيير جامو. العناوين: طابت أوقاتكم، الحراك الحكومي بلا بركة والوضع المالي والاقتصادي يتقدم. اجتماع مالي في بعبدة للبحث في آليات الإنفاق والإصلاحات، ووزير المال يطمئن. ما أعلن عنه بعد انعقاد القمة من استعدادات دول وقوف إلى جانب لبنان بشجع وبريح الأسواق. البخاري من بكفية، سنتابع تصريحات وزير المال السعودي عن مساعدة لبنان. لجنة متابعة لقاء كركي تجتمع غدا، والخلل الطائفي في التعيينات على جدول الأعمال. اتحادات النقل البري لاعتصام مفتوح أمام مراكز المعاينة الخميس المقبل. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميليت، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. بما أن شعرك هو مرآة لجمالك وأنوثتك، احرصي دوما على الاستمرار بتقويته وتغذيته بواسطة بايوهيرب من ماريناس، لأنه يحفز الدورة الدموية الدقيقة في منطقة فروة الرأس ويمد البصيلة بالغذاء المطلوب. ستحصلين على إنبات شعر جديد قوي ذو كثافة مميزة وتودعين تساقط الشعر نهائيا، والحصول على أظافر قوية وصلبة وذات لمعية. بايوهيرب من ماريناس للرجال والنساء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. العبوة تكفي لمدة 2 شهر. للإستعلام 70 444 444. كلنا بحاجة لفرصة لننجح ونحقق أحلامنا. الجامعة العربية المفتوحة بتعطيك الفرصة لتحصل على الشهادة اللبنانية وشهادة بريطانية عالمية بدعم من برنامج أكفاند. كل أقساط دراستك بتصير 70% أقل. فيك تحضر صفوفك بالنهار أو بالليل حسب وقتك. صح في كتير جامعات بلبنان، بس الجامعة العربية المفتوحة هي فرصتك لسوا نحول الحلم لحقيقة. التسجيل مستمر بجميع الفروع: طيوني، أنطلياس، طرابلس وزحلة. 01 39 21 39. المخاوف من التصنيفات السلبية للمؤسسات الدولية العالمية معطوفة على الضغوط الاقتصادية والمالية المتعاظمة أعادت تنشيط همة رئيس الحكومة المكلف الذي يواصل جولاته التشاورية بصمت من دون أن تقترن جهوده بأجواء إيجابية حاسمة، لكنه تعهد بحسم موقفه سلبا أو إيجابا من استيلاد الحكومة في الأسبوع المقبل. ومع انكفاء الخطى حكوميا تقدمت المعالجات المالية إلى الواجهة، فانعقد اجتماع في قصر بعبدة أكد انتظام دفع الرواتب والأجور في موعدها، في وقت كان السفير السعودي وليد البخاري يشدد إثر لقائه الرئيس أميل جميل في بكفية على أن المملكة ستسعى لوضع آليات للدعم الاقتصادي اللفظي الذي أعلن عنه وزير المالية السعودي على هامش مؤتمر دافوس. وسط هذه الأجواء دخلت بكركي بثقلها على خط قضية الخلل الطائفي في وظائف الإدارة على أن يطرح الملف للمتابعة غدا على طاولة لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء النواب الموارنة، والتي ستعقد أول اجتماع لها برئاسة البطريرك الماروني. البداية اقتصادية:
ضغط الهواجس الاقتصادية وضمان انتظام دفع رواتب والأجور شكل محور اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة بحضور وزير المالية علي حسن خليل ونائب إبراهيم كنعان بصفته رئيس لجنة المال والموازنة. وزير المال أكد الاتفاق على تخفيف العجز وإقرار مسار إصلاحي وطمأن إلى انتظام دفع الرواتب والأجور. بدي طمن أنه الأمور بمجملة اليوم مرتاحة نتيجة ما أعلن عنه بعد انعقاد القمة العربية الاقتصادية مؤخرا من استعدادات دول للمساعدة والوقوف إلى جانب لبنان. هذا أمر بشجع وبيريح الأسواق بنفس القدر اللي لازم نكون حذرين ومنتبهين ومركزين على إعادة الحياة السياسية، على إعادة عمل مجلس الوزراء من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة اللي لازم تبدأ مباشرة بعد تشكيل مسار إصلاحي جديد. النائب إبراهيم كنعان أكد من جهته استعادة الثقة المالية شيئا فشيئا. نقدر نطمن اللبنانيين بأنه سيكون هنالك المخارج القانونية التي تؤمن استمرارية الدولة وكل ما يتصل إلى الموازنة وأنفاقها بصلة. رح يكون إن شاء الله بعد تأليف الحكومة هنالك المشروع الأول اللي هو مشروع الموازنة مع هذه الإصلاحات. السفير السعودي زار بيت المستقبل مؤكدا السعي إلى ترجمة تصريحات وزير المالية السعودي حول دعم استقرار لبنان الاقتصادي. رنا ريشاهيد. التقى الرئيس أمين الجميل السفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري في بيت المستقبل. وإثر اللقاء قال السفير بخاري: تشرفنا بلقاء الرئيس أمين الجميل، وهذه زيارة تفوق في حبنا وتقديرنا لفخامته ودوره الضامن في لبنان. احنا الآن في بداية الزيارات البروتوكولية، نقوم بجولات على كل القيادات الكبيرة. حبينا نبدأ اليوم بزيارة فخامته أولا للالتقاء والاستئناس بآراءه النيرة وفكره ليكون قيمة مضافة على سياسة المملكة في لبنان الداعمة التي تحافظ على أمن وسيادة واستقرار لبنان. عائلة جميل وبيت جميل عائلة عريقة في التاريخ السياسي اللبناني ودائما تحتل مكانة كبيرة في وجدان المملكة العربية السعودية والدبلوماسية السعودية في لبنان. على سؤال حول مساعدة السعودية للبنان التي كان قد تحدث عنها وزير المال السعودي، قال السفير: سنتابع تصريحات معالي الوزير في دافوس وسيكون فيها بعض الآليات التي ستتخذ. من بيت المستقبل في بكفية، رنا ريش عيد، صوت لبنان. على الرغم من كثرة الحديث عن الحراك الحكومي المستجد الذي يقوده رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بصمت، لا شيء جديد حتى الساعة بانتظار عودة الوزير جبران باسيل من الخارج لتبيان الخيط الأبيض من الأسود حول موقف التيار الوطني الحر من تثبيت توزيع 13 والتخلي عن 11 وزيرا، وأيضا لكيفية تمثيل اللقاء التشاوري. المعلومات المتقاطعة تشير إلى أن البحث متركز على إعادة تدوير 3 هي الصناعة والإعلام والبيئة بين حركة أمل والحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر. مسألة تشكيل الحكومة عرضها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط مع السفير المصري نزيه النجاري، الذي أدرج اللقاء في إطار متابعة الاتصالات واللقاءات التي أجرها وزير الخارجية سامح شكري في خلال زيارته الأخيرة للبنان، متمنيا أن تسعى الأطراف كافة لتشكيل الحكومة اللبنانية لمصلحة لبنان واستقراره. أنا أبا عبد الرحيم مرادة اعتبر أن ما يجري من اتصالات هو حركة بلا بركة، إذ أن أحدا لم يتواصل أو يتشاور مع اللقاء التشاوري، لافتا إلى أن كل ما حصل أخيرا يدور حول مسألة تبادل الحقائب لا أكثر. واستبق مراد اجتماع نواب التشاوري غدا في دارة النائب جهاد الصمد ليؤكد أن الوزير الذي سيمثل اللقاء التشاوري يجب اختياره من الأسماء 9، ولن يكون كالمثل القائل اجر بالبور واجر بالفلاحة، بمعنى أنه سيلتزم حصرا بقرارات اللقاء التشاوري ويصوت بناء لما يقرره في أي مسألة تطرح على مجلس الوزراء.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن تطرقت مع وزير المالية إلى أولوية تشكيل الحكومة العتيدة وأهميته للسير في الإصلاحات المطلوبة التي يعول عليها في هذا الظرف لناحية تمتين الاستقرار سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي. ضرورة تصحيح التوازن الطائفي في الإدارات موضوع سيفرض نفسه غدا على طاولة لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء النواب الموارنة في بكركي، والتي ستجتمع برئاسة البطريرك الماروني. وفي هذا الإطار عقد البطريرك الراعي خلوة اليوم مع رئيس الجامعة اللبنانية، وسلمه رسالة حول ضرورة العمل لإعادة التوازن الوطني في الجامعة، خصوصا بعد حصول خلل في عدد من الكليات. مدير مكتب الإعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي وليد غياض تحدث عن جدول أعمال لقاء لجنة متابعة النواب الموارنة. أولاً وضع خريطة طريق لعمل هاللجنة وتحديد أولويات ناتجة عن المواضيع اللي انطرحت خلال اللقاء الموسع، ووضع برنامج لمتابعة، لأنه في بعض المواضيع بتحتاج لنقاش، بتحتاج لبحث واستشارات. يعني مش هاللجنة واحدة رح تكون عم تشتغل، ممكن تستعين بخبراء، ممكن تستشير أشخاص كتار، خاصة بالمجال الدستوري، لأنه نحن كمان أمام نقاش دستوري أحيانا قدام هالخلل اللي عم يحصل دايما والفجوات الموجودة باتفاق الطائف وبالدستور. هيدي مناسبة أنه يكون في بحث معمق بكل هيدي النقاط حتى نوصل إن شاء الله على رؤية موحدة فيها نقدر نتوجه فيها للأشقاء وللنواب من الطوائف الأخرى كمان. الحضور المسيحي في الإدارات يتقلص شيئا فشيئا، فما السبيل للحفاظ على توازن طائفي؟ ترازا الخوري. يعاني القطاع العام من الخلل في التوازن الطائفي في وظائف الدولة، والمشكلة كرستها المادة 95 من الدستور الجديد المعدل في اتفاق الطائف، إذ كانت تنص على أن توزع الوظائف العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ولكن مع اتفاق الطائف جرى تعديل هذه المادة وألغي مبدأ 6-6 مكرر، وأصبحت تنص على المناصفة فقط في الفئات الأولى وتستثنى منها الفئات الثانية وما دون. وهذا ما أدى إلى تراجع الحضور المسيحي في الإدارات العامة لا سيما في المراكز الريادية وأثار القلق. ماذا يقول رئيس جمعية لابورا الأب توني خضرة في هذا السياق؟ المراكز مركز المسيحيين بفل مسيحي بيحطوا محله مسيحي، مركز شيعي، هيكين كأنه صار عرف أنه هالمراكز بنحافظ عليها تنبقي على التوازن بالإدارات العامة. كان في رئيس دائرة اسمه رئيس دائرة كبار المكلفين بوزارة المالية، رئيس الدائرة كان مسيحي. هذه الدائرة وزعت إلى 4 مراكز، صاروا مسيحي وثلاثة من إخواننا السنة. إجا الوزير المالية الجديد وزير علي حسن خليل، صار في تغييرات، المركز المسيحي نشيل ونحط محله شيعي، وهوني عم بيروح كتير مراكز، مثلا مدير وزارة الأشغال العامة والنقل تنقول دانيال الهايبي تعين محله السيد محمد شهاب الدين. بالضمان كان مدير الإداري مثلا أستاذ نبيل سمعان اللي تقاعد، تم محله تعيين السيدة جمال بري. من الواضح أن ملء الشواغر باستبدال المسيحيين بطوائف أخرى هي محاولة للتمدد وإقصاء المسيحيين من المراكز المهمة في الدولة. ماذا يقول المدير العام للمركز الكاثوليكي للإعلام عبدو أبو كسم عبر صوت لبنان؟ نحن بنسأل ليش عم يصير هالشي؟ ليش عم يصير في استنساب؟ ليش بيطلع موظف حتى قاعد بيكون في من طائفته موظف مسيحي ما بيجيبوه، بيجيبوا واحد آخر، في حين إذا طلع واحد من طائفة الإسلامية دغري بيعبوا الفراغ بشخص مسلم. ندعي من باب الحفاظ على مبدأ العيش المشترك والحفاظ على مبدأ العدالة في الوظائف الرسمية بين مكونات الطوائف اللبنانية، إنه يدل هالعرف موجود إنه خلي الوظائف اللي مثل ما هي كانت، إذا كان في صافي فراغ معين تنتلي من ذات الطائفة. السلطة غائبة والدولة مغيبة وسياسة إقصاء الآخر مستمرة، فهل من يسمع؟ أما الحل بنظر الأب توني خضرة فهو صدور قرار أو مرسوم من مجلس الوزراء ينص
على إجراء مباريات تعتمد على التوازن والميثاقية. تراز الخوري، صوت لبنان. استلم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري من محكمة الجديدي قراراً هو الأول من نوعه قضى بتغريم بعض أصحاب المولدات المخالفين. خوري أكد أنه سيتم البت بمحاضر الضبط المسطرة بحق المخالفين خلال 48 ساعة، والمبالغ كبيرة وتتراوح لتصل إلى 25 مليون ليرة. اليوم الحدث هذا حدث تاريخي، بكرة رح تشوفوا قدي رح يوجع أصحاب المطارات اللي عم تخالف. نحن بالنتيجة ما بدنا غير الحق. في تقريبا 2000 محضر ضبط رح يتم البت فيهم من هلأ لشهر ماكسيموم، وكل واحد رح يكون على القليلة بهالمبلغ. مطلبياً قطاع النقل البري يقرر الاعتصام المفتوح أمام مراكز المعاينة الأسبوع المقبل. كل التفاصيل مع مشتلي نيت. مطالب حقوق قطاع النقل البري إلى الواجهة مجدداً مع إعلان رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس استكمال التحركات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، إلا إذا كيف لمصلحة تجيل السيارات أن تفرض على اللبنانيين والسائقين اللي بده يدفعوا رسوم الميكانيك إن يروح يجيبوا ورقة من المعاين الميكانيكي؟ يعني ما بني على باطل فهو باطل. واحد من اثنين، اما انه مطلوب من هيئه اداره السير خارج القانون وفي اصرار على القانون، واما في ان وفي عقبه مخفيه من تحت الطاوله رايحين على استكمال تحرك اللي بداناه كرساله لعشر الشهر بالمعاينه الميكانيكيه اعتبارا من 31 الشهر، الا اذا بكره الست هدى سلوم باللقاء المتجر معها كامل منزل كتاب اللي هي انتزمت انه تعمله لوزير الداخلية بانه هذا القطاع المعاين الميكانيكية وضع الحالة غير قانوني وغير نظامي وغير شرعي. تاكسي المطار وتمييز السائقين هو العنوان الاخر لتحرك قطاعات النقل بحسب طليس. اما السائقين العموميين بما يتعلق بالمطار رفيق الحريري اسوة بغيره مثل بعضهم البعض، واما نحن رايحين على اعتصام كبير بالنصف الأول من شهر أزار. قطاعات النقل البري لم تغفل في مطالباتها بخطة نقل من وضع الإصبع على الجرح، النمر المزورة، اليد العاملة الأجنبية، وعدد من القرارات الجائرة. مجدلين عيد، صوت لبنان. مياه البقاع ملوثة وغير صالحة. بعد الفاصل. أطفال الشوارع، قنابل موقوتة على الطرقات، الأرقام مخيفة والحماية مفقودة والشويش مطمئن. هل الحل بتوقيف الأطفال أم بملاحقة الأهل؟ نقطع السطر يفتح الملف مع مديرة المشروع الوطني لمكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية سيمة معاوية، ومداخلة للمحامية والوزيرة السابقة منى عفيش الجمعة بعد نشرة أخبار 8:15 مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر في منشات المساء ليوم الخميس. ما هي مكتسبات لبنان من البيان الصادر عن قمة بيروت بشأن ملف النازحين السوريين؟ وكيف يمكن استثماره؟ وما هو المتوقع من ردات فعل من المجتمع الدولي؟ وما هي المواقف التي سبقت ولادته؟ وكيف تحقق الإجماع حوله؟ الجواب مع الأستاذ المحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور ناصر ياسين. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد مديرية الأخبار، تقديم جورج شاهين. أصدر المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية في الجامعة اللبنانية نتائج تحليل عينات مأخوذة من المياه في عدد من المنازل في البقاعين الأوسط والغربي، وأظهرت التحاليل أن تلوث الجرثومي يطال المياه السطحية والجوفية وشبكات التوزيع، وبالتالي فإن مياه الشفة التي تصل إلى بيوت المواطنين في تلك المناطق غير صالحة للشرب.
على صعيد آخر، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه بسبب تحوير خط مياه التوزيع الرئيسي تحت جسر جل الديب الذي هو قيد الإنشاء، ستضطر إلى قطع المياه عن بعض مناطق التوزيع في أنطلياس، بيقوت، بإنايا، جل الديب، السبتية، الروضة، مروكوز، راس الدكويني، اعتبارا من مساء يوم غد وحتى مساء يوم الأحد. أفادت وكالة رويترز نقلاً عن شركة روزنفت النفطية الروسية أنها ستحصل على مرفأ منتجات نفطية في لبنان. غادرت اليوم دفعة جديدة من النازحين السوريين في إطار العودة الطوعية، ووصلت 4 حافلات تقل عشرات النازحين العائدين من لبنان إلى معبري جديدة يبوس تمهيداً لنقلهم إلى قراهم. مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان أوضح أن المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين مستمرة، وكشف عن تطور جديد يتمثل بتعاطي المفوضية بشكل إيجابي مع المبادرة الروسية للمرة الأولى من خلال الاستفادة من إمكاناتها المادية على أن تقوم موسكو بالعمل مع النظام السوري من أجل تحسين الشروط اللوجستية والضمانات التي تشجع على العودة، كمثل العفو العام والخدمة الإجبارية. في المتفرقات الأمنية، أوقفت المخابرات مصطفى الحجيري الملقب بمصطفى أنيس، وهو أحد كبار الإرهابيين، في عملية نوعية لقوة خاصة من الاستخبارات في عرسال بعد إصابته أثناء محاولة رمي قنبلة باتجاه عناصر القوة. انفجرت سيارة مفخخة في حي العدوي في العاصمة السورية دمشق متسببة بأضرار مادية من دون وقوع إصابات، ووصفت وكالة سانا الحادث بأنه تفجير إرهابي من دون ذكر مزيد من التفاصيل. في السودان، تواصلت التظاهرات الحاشدة على سوء الأوضاع الاقتصادية، فيما قتل أحد عناصر جهاز الأمن في اشتباك مع مجموعة من الجنود في المدينة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم. عين مجلس إدارة شركة رونو الفرنسية تياري بولوري وجان دومينيك سينار رسمياً على رأس المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات، خلفاً للرئيس السابق كارلوس غوسن الموقوف في اليابان الذي قدم استقالته أمس من المجموعة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الجديد لمجموعة رونو قوله إن التحالف مع نيسان ضروري للغاية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات. كان في النشرة: الحراك الحكومي بلا بركة والوضع المالي الاقتصادي يتقدم. اجتماع مالي في بعبدة للبحث في آليات الإنفاق والإصلاحات، ووزير المال يطمئن. ما أعلن عنه بعد انعقاد القمة من استعدادات دول الوقوف إلى جانب لبنان بيشجع وبيريح الأسواق. البخاري من بكفية: سنتابع تصريحات وزير المال السعودي عن مساعدة لبنان. لجنة متابعة لقاء بكركي تجتمع غدا، والخلل الطائفي في التعيينات على جدول الأعمال. اتحادات النقل البري لاعتصام مفتوح أمام مراكز المعاينة الخميس المقبل. النشرة انتهت، وتتابعون بعد قليل معشات المساء وضيف الليلة الأستاذ المحاضر في الجامعة الأمريكية الدكتور ناصر ياسين.